شفت ردود الفعل من ردود الفعل الحاضر بالماضي لما اجت رساله رساله كانت قبل بتتخبط الحظ هاي من 2001 ممكن يكون لا انا قابله قانونيه انت مورده بسموك قابله طب مورده بالفاعل حكيمه ما ينفعش تكتب حكيمه مورده ادوات البريد صندوق البريد مقرر في الامارات بعد قراءتي للعديد من الكتب شعرت أن الأدب أدب الرسائل أدب جدا مهم لم يكن له الصدى الكبير كالشعر والنثر أصابني الفضول حول لماذا فبدأت بالقراءة لمحمود درويش وسميح القاسم والمراسلات التي كانت بينهم غسان كنفاني وغادة سمان الرسائل بينهم كانت مهمة وخاصة جدا وكان السبب لماذا نشرت هذه الرسائل بعد وفاة الاثنين شعرت أن الرسائل كلمات نابعة من الروح من هنا أتتني الفكرة وبدأت بكتابة الرسائل كشيء عادي يعيش معي وأعيش معه أكتب للأصدقاء أكتب لعائلتي أكتب لناس المفضلين ومن ثم بدأت أشارك هذه الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي فشعرت أن الآخرين أعجبوا بالفكرة غير الإعجاب تمنى ولو أن هناك من يراسلهم عبر الرسائل الورقية رسالني شاب من بلجيكا طلب مني طرد بريدي لخطيبته في غزة في ذات الوقت مساء هذه الفتاة طلبت مني أيضا رسالة لخطيبها هذا اللي في بلجيكا كان يعني أنا ما حكيت لهم إنه هما الاثنين رح يعملوا لبعض رسائل ف يعني هو كتب لها كلام وهي كتبت له كلام جدا مشابه جدا نفس الروح نفس الحنين نفس الشوق انه ما يقارب 3 سنوات في بعد قديما كان البريد عباره عن ورقه ومغلف الورقه ما نسميه الان هو المرسال او ظرف الرساله فقط وساعي البريد والصندوق لكن اليوم هناك تطور هناك حداثه أنا أضيف الكثير من الملصقات أغاني كتابات اقتباسات من الكتب الأدوات المستخدمة صراحة غير متوفرة عندي جميعها مثلا أنا أستخدم الورق الحصول على الورق المعتق أمر غير سهل أبدا يحتاج البريد لطابعات ليس طابعة واحدة أنا أستخدم طابعة واحدة يحتاج إلى مقصات بأبعاد معينة يحتاج لأختام بأشكال وأختام خاصة تكون لي هذه الأشياء غير متوفرة أبدا في غزة ومن المفترض أن يكون هناك ساعي بريد كما في القدم ساعي البريد كان شيء هو عمود
التواصل بين الآخرين، كون هناك كان في مسافات، في ظروف، في احتلال تحول بين اللقاءات. لكن أنا ساعي البريد هم شركة توصيل عادية. بدون ما اطلع بس قلبي في ال ايوه. عندما توقفت عن العمل في كممرضة التفتت إلى عملي كفنانة في عمل البريد والرسائل والكتابة، فهو الآن عائدي المادي من خلال البريد فقط، وأحاول أن يكبر هذا المشروع لأستقر ماديا. فكرة البريد هو حقا أن يصبح لي بريد خاص باسمي، أن يكون لي طابع أصممه أنا ثم يصبح طابع يخص قطاع غزة ويخرج للخارج كأي طابع يصلنا ونتداوله كما في القدم، وأن يكون هناك صندوق بريد حديدي في منطقة أو في مناطق معينة من قطاع غزة يضع بها الأشخاص رسائلهم الخاصة، ويأتي الأشخاص المقصودين بأخذ رسائلهم. أن نعيش روح الزمن القديم حقا. عندما تسمع عن أباك، جدك، كيف كان ينتظر الرسالة بشغف، كيف ينتظر أمام الصندوق أو يرسل حفيده انظر هل أتت الرسالة أم لا، وينتظر لأسابيع، لأشهر، ربما لأعوام ليتلقى خبر صار، ربما خبر أي كان. هذا بس خليني هذه